الخير، اخر حلقه في الاسبوع. هنكمل الطواغيت اللي احنا كلنا فيها، بنتحاكم الى الطاغوت الرده. الحكم ما قبل الاخير او الدايره ما قبل الاخيره، ايه هو المرتد؟ بس دي كده كبرت قوي ووسعت قوي، اللي هي كل دولنا وكل من يرضى بحكم الدساتير والقوانين وكل من يعمل في الحكومات او ينتسب لها او يرضى عنها. يعني ايه يا رجاله او يعني ايه يا شباب؟ يعني يا اصدقائي كلنا مرتدين، عشان كده هم بيقتلونا بلا ادنى اصلا. كل بقى الدوائر اللي قلتلكوا عليها، شاب الدين، هزل، شاعر، مفكر، كافر، ساب صلاه ما سابش صلاه، كل ده مش فارق معاهم، مش هيسالوك. انت مجرد ان انت في المجتمع الجاهلي الطاغوتي راضي بحكم الدستور والقانون، راضي او منتسب او متعامل او بتعمل في الحكومات العربيه الاسلاميه، انت مرتد يا صديقي او يا صديقتي. حد عنده اعتراض يقول لي دول، عشان تعرفوا زي ما قلت لكم امبارح، رجال الازهر ورجال كل الكليات الاسلاميه او الجامعات الاسلاميه على مر وطول الوطن العربي، انتم في تناقض فظيع. بتدعوا ان داعش تستحق الصلب والتقطيع الايدي والارجل من خلاف، وبتكذبوا على الناس على اساس ان هم بيخترعوا دين من خيالهم، وهم بيخترعوا كتبكم وبيقروها اللي انتم بتقولوا ان دول الائمه. الائمه بقى خلونا كلنا مرتدين. وانا امبارح قلت لكم ابن كثير وابن القيم وابن تيميه واغلب المذاهب والمفسرين الذين يقولون من ترك، وخلي بالكم على التفرقه اللي قلناها في اول حلقه الاسبوع، ارجوكم اللي ما شافهاش يشوفها، دي تفرقه مهمه جدا. ما معنى كلمه الطاغوت والجاهليه فيما قبل النص او لما هو امامه؟ زي ما قلت لكم، لما الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنه 48 اوقف، رغم ان هو لسه ما وقفش في بعض البلاد العربيه الاسلاميه، اوقف التعامل بما يسمى العبيد والسبايا، ده بالنسبه لهم طاغوت وجاهلية، لأن هذا المجتمع أوقف نصا في القرآن، رغم أن القرآن لم يشي أنه عند إقراره لهذه الثروات ساعتها اللي اسمها العبيد والسبايا أنه يرنو أو يريد أن يستمر ذلك طول العمر. لكن فقهاء الإفك والزور، عشان دي حاجة حلوة، ما ينفعش حد يقول الستات الحلوة لأ، وبعدين ده احنا رحنا بقى الشام ورحنا أرمينيا ورحنا بتاع والمغرب والجزائر، فتحنا بقى البلاد والأندلس الستات الحلوة. فازاي انا اقول ان النص لا يريد ذلك؟ لا، انا طرمخ على النص والزق فيه كل اللي انا بقى عملته من خيالي، اعمل سوق للاماء وانزل اتفرج عليها وتتخلى عن ملابسها واشوفها بتعرف تعزف لحن ولا عود ولا مش، ده اللي كان بيحصل، واسنانها حلوه ولا لا، وعينيها اخبارها ايه وبتاع، وبعدين اخدها اشتريها عادي جدا، مش حاجه خالص. وبعدين يقول لك الاسلام، لما نعمل حلقات بالذات السبايا دي هقول لكم ان الاسلام ما قالش كده خالص، اسلام النص. لكن اسلام دول اسلام الافك، الاسلام الارضي مش السماوي، اسلام الظلام ده. البهوات بقى امبارح قرينا لحد الاخ ابن تيميه لما قال لك دول بمنزله المشركين ومرتدين، اللي يعاقب على شيء او يشرعه وهو بخلاف لم يجئ يعني ذكر ليه في القران والسنه، رغم ان ده وارد جدا فيما هو متقدم ما بعد النص، يعني النص معانا للقيم الكلية الكونية اللي هي القيم العليا المثل، الحرية والمساواة والعدالة. وخلي بالكم هؤلاء القوم لم يكن يعرفوا كلمة المعنى لكلمة الحرية. الحرية عندهم هي حرية الاسترقاق، أن العبد أصبح حر، لكن الحرية دي ما يعرفوهاش دول، مين دول أصلا؟ فتخيلوا اللي هي مبنية عليها بقى المساواة والعدالة، لأن المساواة غير العدالة بالمناسبة يعني. دول بقى قال لك أي حاجة قدام لقدام رايحين لما يريده الإله نفسه، لأن الإله أكيد بافتراض عقلي بسيط جدا عايز العدالة والمساواة أكيد، لأنه إله وإلا افتراضنا الأصلي في الأديان غلط. لكن دول قال لك إن أي حاجة قدام زي ورا، رغم هم أصلا ما فهموش يعني إيه قدام ورا، يعني إيه قبل النص جاهلية وطاغوت. فهو الآية حتى بتقول له ويتحاكموا إلى الطاغوت أو الجاهلية اللي هي ما قبل الإسلام، فحكم الجاهلية يبغون. لكن أنا لو بعد النص ومؤمن بالنص ومعايا النص بيساندني، رحت لقدام زي ما بقولكم، رحت للقيم، بطلت عبيد، بطلت سبايا، عملت الأحكام التعزيرية بدل الجلد، عملت حاجات إنسانية، بطلت زواج أطفال رغم النص عمر ما قال عليه، إنما المتخلفين السفاحين، خلي بالكم يعني أن يوصف الإنسان بالسفاح أو القاتل مش بس في الدماء، زي ما قلتلكم مرة، هو كام مليون بنت حياتهم راحت بسبب الأحكام دي وتزوجوا قصرا
وجبرا في الوقت الذي ليس لها اصلا راي لتكونه. بقول لسعادتك دول بيقولوا ان الجواز الدخله قبل الحيض والطلاق كمان، يعني طفله لا تعي شيء زوجت قسرا. وهو حتى ابن حجر زمان عملت حلقات معرفش بقى ممكن اعيدها لكم تاني، انه بيقول ايه وهي اصلا ليس لها، اما الحديث الذي كده بيقولوا له الرسول قال ده استطراد يعني ان هي البكر تستأمر والثيب مش عارف ايه. طب الطفله ما هي لا بكر مش مفيش حاجه، قال لهم دي اصلا ما لهاش راي، دي داخله في حيز ان اباها وافق. اللي عملوا كده في اطفال بنات على مدار 14 قرن اتجوزوا بالطريقه دي واغتصبوا بالطريقه دي، دول ايه دول؟ يعني لو ده الاسلام قتل ودماء وختان وجواز اطفال وبتاع، يبقى الكفر ايه؟ الكفر شكله ايه؟ لو دي احكام الاله يبقى الشيطان اخباره ايه؟ يعني مفيش حل للناس دي، الناس دي زي ما قلت لكم ده صوت الشيطان في الدين. بل اني قلت لكم مره من اسبوعين الشيطان كان يستحي اذا ما اعطوه قلم وورقه وقالوا له اكتب فسر عن ربنا، ادي احكام ربنا، كان يستحي يكتب الكلام ده كله، كان يبقى هين شويه والله الراجل. نرجع للبهوات. الاستاذ بعد ابن تيميه بقى خلاص، دي انا قلت لكم امبارح اخر حاجه امبارح الفتاوى الكبرى 339 على 6 انا قلتها امبارح. احنا في الطواغيت ها، الحافظ ابن القيم الجوزيه بقى ده هم بيسموه الحافظ عشان حافظ حديث، يعني الكلمه دي معناها ان الرجل صاحب حديث لما تقروا كلمه حافظ. وقد جاء القران وصح الاجماع بان دين الاسلام نسخ كل دين كان قبله. ماشي انا على فكره مش هناقش. وان من التزم بما جاءت به التوراه والانجيل ولم يتبع القران فانه كافر. انا هسكت برضو لان كل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. ماشي. وقد ابطل الله كل شريعه كانت في التوراه والانجيل وسائر الملل، ده مش صح. وافترض على الجن والانس شرائع الاسلام، فلا حرام الا ما حرام الاسلام ولا فرض الا ما اوجبه الاسلام. ده بقى ملوش دعوه بالشرائع اللي فاتت، ده الكلام بقى اللي ودينا في ده يا عمتك، اللي هي ايه؟ لا حرام الا ما حرمه الاسلام، ماشي، ولا فرض الا ما اوجبه الاسلام. هناك فروض، ده بعيد بقى عن فكره الخمر اللي قلت لكم عليها امبارح، وكل ده طواغيت وارتداد والدساتير والقوانين، لكن هناك اشياء مهمه جدا. يعني انت لما الكلمتين دول لما نوقف بيهم في الاعلان للعالم لحقوق الانسان السبايا والعبيد، احنا كده ارتدينا وبقينا بنعبد الطاغوت. هطلع فاصل دقايق وارجع لكم. اهلا بيكم. كل الآراء اللي فاتت دي، وبعدين آراء جزء منها هم خلوه في الموالاة. الموالاة يعني ايه؟ يعني انت هم مش بيخلوك تولي الكفار يعني حبا ومحبة، ومش الكفار دول مش أهل الكتاب على فكرة، رغم ان هم طبعا انتوا عارفين الخلط القديم اللي انا شرحته في الحلقات ان اي كلمة كفار بيخلوه على أهل الكتاب. فعندهم الموالاة كمان في أحكامهم بقى في المحلة وفي الدرر السنية، ان اللي يولي الكفار بمعنى ياخد منهم، رغم ان ده اتعمل في صدر الاسلام في عهد عمر بن الخطاب، بعض التشريعات او التنظيمات الاداريه الانسانيه حتى ابسط حاجه، ده من الموالاه اللي تعتبر تخليك مرتد. وطبعا بيستندوا على الايه ومن يتولهم منكم فانه منهم، رغم ان ده باطل. اللي عايز اقول لكم عليه لان لسه بقى اكبر السبب الاخير زي الطواغيت كده، حكم الطواغيت بس الاكبر عشان انتوا تعرفوا بقى بقية اللي بيحصل فينا كلنا ايه، وبعدين نخش على من يطبق الاحكام بايده ولا الحاكم. شوفوا الخلاصة في مسألة الطواغيت عشان تعرفوا بس اين نحن، عشان تستبصروا ايه اللي بيحصل. كل الدوائر اللي قلت لكم عليها في الارتداد لا تعني شيء، طبعا تعني، وانتوا شفتوا بيمسكوا ناس في بعض الفيديوهات الوضيعة اللي بيطلعوها يقولوا تعرف ايه الظهر كم ركعة العصر كم ركعة، ما ردش يتقتل، معناها ان هو بيصليش لانه مش عارف عدد الركعة. الفيديو ده موجود وما كلكم يمكن كتير شافوه في العراق كان او على طريق العراق وسوريا. المهم ان هؤلاء ليسوا ينفذوا الا ما جاء هنا في مساله الرده، ابتداء من قول الكفر الصريح، اطلع بقى لحد الكلمه اللي تقتضي تحتمل الهزل الجد الغضب، سب الدين، اخلاق سيئه، ترك فرض واحد، ترك الوضوء او شرط من الوضوء يا راجل يتقتل. ثم بقى الدائرة الأكبر خالص حكم الطواغيت اللي قلت لكم في أول الحلقة من شوية، كلنا نحكم أو نتحكم بالطاغوت طالما رضينا بالدساتير، رضينا بالقوانين رغم دي في سبيل مصلحة الإنسان والنص، وطالما رضينا بالتعامل مع الحكومات أو الاشتغال فيها أو الرضا عن وجودها. أنتوا فاهميني؟ 300 مليون عربي
يقع عليهم حكم الردة إلا مجموعة من المجانين بيتسمى هم الملتزمين بما جاء في الشرع، رغم ده مش الشرع، بناء على مجموعة من المتخلفين والمجانين اللي كتبوا كده في الكتب. إيه رأيكم؟ دي بقى الفرقة الناجية يعني. ها؟ وأي حاجة عندهم اسمها دستور، وانتوا شماتوا السلفيين العاديين، وعلى فكرة الأزهريين ورجال اللي بيسموا الإسلام الوسطي اللي هو مش موجود، هو اللي بيعملوه إيه؟ إن هو بيداري على الكلام ده، بيداري عليه كده كأنه عيب، وبعدين يطلعوا لك أبدا ده الدولة مكرمة في الإسلام، وإن الرسول كان بيحب مكة، وأي كلام. عايز تطلع يا ابني اللي في الكتب ولا عايز تقول رأيك؟ قول رأيك زي ما أنت عايز، ده اللي في كتبك. طب بتداري عليه ليه؟ هو عيب. طب بلاش، هو عيب. بتعمل الكتب دي كتب الأئمة ليه وزعلان عليها إن إسلام أو غيره بينتقدها؟ ونقد علمي والله مش حاجة غلط. دول الأذى والشر، كل الشرور جاءت في عالمنا من التراث الفكري البشري الإسلامي، كل الشرور. وده اللي أنا بكلمكم فيه بقالي 5 أسابيع، ليس على المخالف يا فندم، ولا على العدو، ولا الخصم، ولا الكافر، ولا أهل الكتاب، على التابع، على المسلم اللي غصب عن أبوهم مسلم، خلوا له 100,000 علامة و100,000 يعني شرط إنه يقع فورا، وهو غلبان يعني مش عارف، تحت إمرة وظلال الردة، وبسرعة مفيش توبة، فبسرعة يتقتل. ويتقتل بإيد مين؟ زي ما قلت لكم دي هنفتحها بقى الأسبوع الجاي، لكن قبل ما نفتح الأسبوع الجاي هيكون في بقى آخر دايرة متوسعة ومتمططة من الأساتذة اللي خلوا الردة، اللي هم الطوائف بقى. الطوائف بقى دي بقى آخر حاجة اللي انتوا برضو بتشوفوها دلوقتي عملي الحمد لله. هقول لكم أحكام دول فيما دون، احنا السنة بيتقتلوا خلاص، بيتقتلوا عشان سب الدين، عشان هزل، عشان مش عارف ايه، عشان تحكم الى الطاغوت، كلنا بنتقتل. فما بالك بقى هو عطيفة غير السنة، يا ترى يتعين في ايه؟ هنعرف يعني، حاجة كده زي ايه اللي هو تعالوا نشوف احسن، عارفين الحاجات دي. وبعدين مين بيعمل الحكم بايده؟ وغالبا ال4 حلقات الجايين في الاسبوع الجاي هنخلص فيهم الرد. كنت انا قلت لكم في اول الاسبوع في معرض كلامنا عن القتلة السفاحين، وخلي بالكم الحكم النهائي كده عشان ما ننساش قبل ما اقول لكم حاجه تانية، نحن جميعا 300 مليون عربي، منهم نقول 230 260 مسلم، نحن جميعا مرتدون. واللي يقول لكم غير كده من رجاله الازهر ولا غيره، قولوا له الكتب اهي، كلنا بنتحكم للطاغوت الذي هو غير شرع الله، وان احنا مش عارف ايه، واوقفنا بعض الحدود عشان نعملها تعزيريه، لان المجتمع كل ده بقى ردة كاملة تستحق القتل بدون توبة، زي ما قرينا في المحلة أو في الإحكام امبارح بتاع ابن حزم والمذاهب كلها. وطبعا ابن تيمية طبعا هيروح في معقولة أي حاجة فيها قتل، شم ريحة القتل كده تلاقي ابن تيمية هناك على طول، وهو رئيسها وتلامذته بقى ابن القيم وابن كثير وشوية المقافين دول. الخلاصة كلنا طواغيت، كلنا مرتدين، فاضل بس الطوائف، وعشان نعرف بقى كل ده ردة ثم مين اللي ينفذها. في أول الأسبوع معلش قلت لكم هزيع في كل يوم جزء من الندوة، لكن لقيت إن ده بصراحة صعب يعني، هيكون خلل في الحلقة. النهاردة حلقة آخر الأسبوع، لسه فاضل فيها حوالي يعني وقت كويس، هزيع لكم تقرير طويل عن الندوة، احتمال ما يستوفيهاش، نبقى نعملها في آخر حلقة في الأسبوع الجاي، لكن عشان ما شتتكوش اخترت إن يكون الحلقة ده. هنطلع نشوف التقرير وبعدين الحلقة هتخلص خلاص. هشوفكم الحد الجاي كالعادة. مساء الخير جميعا، ازيكم؟ انتوا سامعيني كويس؟ دي؟ اوكي ها. لا انا مش عايز ده، مش عايز المايك ده، لا لا مش عايزه خالص. يقين لا. مصر العربية صح. لا دول ناس مش أمنا، سيبك من توجههم يعني، دي ناس مش أمنا. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ وجهة نظري ان استقبالكم البسيط او الكبير لبرنامجي البسيط كان متوافق مع لحظة تاريخية خدمتني كتير جدا اللحظة دي. احنا شفنا ايام سودة بمعنى اصح، بس خرجنا، بداية خروجنا من الازمة هو اكبر دليل فيه ان الناس في معرض الكتاب بالعموم مش في ندوة شخص بهذا العدد. انا الاول بشكر دكتور جابر عصفور وزير الثقافه، الراجل العظيم،
ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب دكتور أحمد مجاهد على دعوته، لأن ده أكبر من حلم بالنسبة لي، أن ندوة في معرض الكتاب دي حاجة كبيرة جدا للي يعرف قيمة معرض الكتاب. وأنا فهمت من دكتور أحمد مجاهد أن السبت اللي فات حصل أكبر عدد في تاريخ المعرض دخول للناس، 200,000 شخص، ودي رسالة أن ده شعب بجد من غير كلام، ولا بيهمه إرهابيين ولا هنفجر ولا المعرض بتاع الكفر والإلحاد ولا الحاجات دي كلها. دي رسالتنا كلنا للي بيفتكروا نفسهم بيدافعوا عن ربنا. بالنسبة للي أنا العنوان اللي اخترته للندوة الطريق نحو التنوير، هو دي الحاجة الوحيدة اللي أنا بعرف أعملها. إن إحنا الكلمة دي إحنا أنا يعني وجهة نظري البسيطة إن أنا رجعتها للحياة، لأن هي موجودة طبعا من قبلي، بس ما حدش كان بيتطرق لأي حاجة اسمها تنوير نظرا للظروف السياسية أنتوا عارفينها، بعيد عن ثورة وفلول، نظام مبارك بشكل ما كانش بيسمح لأي صوت للمثقفين في مقابل الموازنة الاجتماعية اللي في نظره مع الجماعات السلفية والمتطرفة. وقلنا له دايما ان السلفيين هم الجهاديين، هم الاخوان، هم داعش، هم اي حد، بس ما كانش حد بيصدق من نظام مبارك كله على بعض. الظروف اللي حصلت رغم الثمن الفادح اللي دفعناه ان الاسلاميين صعدوا هذا الصعود المؤسف واستيلائهم على كل شيء في البلد، ده فادنا كتير جدا. الناس تعرف منين الخلل، من ده مش تطبيق سيء زي ما انا بقول دايما للاسلام، ده اللي في الكتب، وكل يوم هتثبت الاحداث لحد معزز الكساس بان ده اللي في الكتب، وان الكتب دي هي اللي عايزه محاكمه تاريخيه، مش اشخاص ولا هيئه ولا شكل ولا دقن، ده هم لسه ما نفذوش اللي في الكتب. اللي في الكتب لسه بدري، لسه ما اتقالش، لسه في بعد الحرق، لسه في تغريق، ولسه في حاجات كتير. ومش بس في القتل، بس هو القتل هو الجريمه الاولى دلوقتي، لكن لسه التخلف اللي صابنا كتير كتير من كتب التراث البشري الاسلامي. تاني حاجة عايز أقولها لكم، إن بشكل ما أعتقد إن الدولة، في بعض المثقفين بيقولوا إن المثقف مش محتاج الدولة، أنا معاهم، لكن في اللحظة اللي إحنا فيها دي التغيير لن يكون إلا من الدولة. لازم رأس الدولة ومن تحته زي ما أنا فاهم دلوقتي يروا إن ده الطريق الصحيح، لأن التغيير أبدا مش هيجي مجتمعي. الناس دي ما بتسمح لناش بحاجة إلى الآن، لحد الآن لسه ليهم صوت ولسه بيدافعوا عن الكتب دي ولسه بيكفروا ويحلوا الدم وبتاع، وقنواتهم للأسف لسه بعضها شغال من جوه مصر. لكن بالعموم هم انتهوا النهاية الأخيرة بتاعتهم دلوقتي، هو بيحافظ على قواعده، هو ما بقاش الماجوريتي، ما بقاش الكتلة الكبيرة اللي في النص تتبعه، هو دلوقتي بس عايز حدوده هو اللي الناس التابعين ليه كمان قربوا ينفرط عقدهم. أما إن إحنا التغيير التحتي المجتمعي هو شغال والمجتمع متفاعل، وإلا ما كانش أنا أو غيري حد بيتقبل أفكاره المنضبطة من غير أي حاجات يمين ولا شمال بالشكل ده. فاضل بس إن الدولة تستجيب أكتر ولا يترك الأمر للأزهر، لأن ترك الأمر للأزهر معناه 1000 سنة كمان. يجب أوكي مشاركة الأزهر، لكن يجب أن يناط بالتنوير لهيئة موازية وبعيدة تماما عن سيطرة الأزهر، يدخل فيها ناس أزهريين على عيننا ورأسنا، لكن هل هيفضل الدولة توحي للأزهر غير أزهر؟ مستحيل. حد قاعد 50 سنة بيتعلم وبيعلم الناس إن دول مقدسين، إزاي يصحى الصبح يقول لهم دول بشر زينا؟ فالموضوع منتهي، نحن في أمس الحاجة لخطوة حقيقية وقوية من الدولة تساعد اللي بيحصل، اللي بيحصل إذا كان منضبط. أنا دايما حتى في الحلقات بقول أنا آسف يعني في الكلمة، ماليش دعوة بحد، أنا لا جبهة ولا مع حد، وانا كل واحد ماليش دعوه بالكلام اللي بيتقال، انا بس بتحاسب على اللي انا بقوله بس. يعني اكتر حاجه دقيقتين بالحقيقه. انا بشكر الاستاذ التاني جدا، وانا بتابع حضرتك، لكن ليا ملاحظتين متساويه. الملاحظه الاولانيه، حضرتك بتقول على بعض الاحاديث بانك هتاخد بيها، طيب انا بس هل الاحاديث دي مكمله للقران ولا هي مفسرة للقرآن؟ هل القرآن ناقص عشان يكمل، أم هل هي مفسرة للقرآن إن في حد أكتر من ربنا بيبين ومبين زي القرآن؟ دي الملاحظة الأولية. الملاحظة الثانية، حضرتك كنت مصر إنك تعمل بصورة مفردة على أساس إن ما يبقاش في حد بيتكلم كلام ممكن يحيد عن أفكار حضرتك. صحيح. أنا من وجهة نظري بقول
ان المفروض ان العمل الجماعي او الفكر الجماعي اكثر قيمه من الفكر الفردي. فياريت مع جماعه متوافقه حضرتك تتوافق معاها هنطلع بنتائج اكثر ايجابيه من اي حاجه تانيه. التساؤل، ما منهج التعامل مع القران الكريم؟ ايه منهج حضرتك لتحديد معاني الفاظ القران الكريم؟ لان دي مشكله اساسيه وما عندهاش، ما فيش حد عنده حل ليها حتى الان. اشكر حضرتك. الكتاب والسنه، بص، في مشكلتين احنا بنواجههم او الناس واجهتهم قبل في مساله الدخول في التراث. هما علم الحديث الذي تخلق وتكون في القرن الثاني استصعب على الناس جدا على بال ما جه القرن الرابع، كان ما حدش دعوه بعلم الحديث غير قله قليله، واستمر بعد كده 1000 سنه. ده كلام كبير قوي وفظيع ومحدش يجي جنبه، وتخريج الحديث والشواهد والمتعامل عملوا للناس وهم تابوه كبير جدا ممنوع الاقتراب منه رغم ان ده دينه. فزي كده اي حاجه متطرفه قوي بيظهر قدامها حاجه متطرفه قوي في نظري، مش متطرفه يعني تطرف فكريا، يعني زي كده حقوق انتقاص من المراه يظهر قدامها الفيمينست اللي هم اكثر تطرفا في المطالبه بحقوق المراه. فظهر موازي ليها من بدايه القرن اللي فات اصدقائنا في كل مكان اللي هم القرانيين. ليه؟ قال لك انا مش عارف اخش التابو ده كله، ارميه كله. ده كمان غلط في وجهه نظري. الحقيقه او وجهه نظري البسيطه ان الحقيقه ان احنا لازم نخش علم الحديث ونبسطه زي ما حصل للناس دلوقتي. الناس بتقابلني دلوقتي بتتكلم على الحديث الموقوف والمرفوع والاستاذ عكرمه، وعارفين عكرمه، وعكرمه مشهور يعني. فده مهم جدا ان احنا ننقح الاحاديث من الاول. هيتبقى الاحاديث التي ليست شارحه ولا مفسره، لان ده الطبيعي بتاع افعال الرسول اللي هي السنه الفعليه. المشكله في السنه القوليه، في اللفظ الزايد، اللفظ الناقص، في الحديث المكذوب، زي الحديث انا بناقشه في الحلقات دلوقتي اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، اللي هو الحديث اتقتل عليه الناس 1400 سنه وهو عن واحد كذاب بشهاده كل عصر جيله الا اختيار البخاري وثلاثه اربعه معاه ان هو راجل صادق. فالاحاديث بتاعت البخاري والمسلم بالذات لازم تراجع. ولما يتبقى البقيه التي لا تخالف القران ولا تخالف العقل نستطيع نحن نلحقها بتفسير او توضيح، لكن ليس زياده زي ما ادعى بعض السلف في القرن الخامس ان السنه قد تزيد عن القران في التحريمات او في الحدود، زي ما بيقول لك كده حد الرده مش موجود في القران، حد الزنا المحصن مش موجود في القران، حد الخمر مش موجود في القران. ما فيش حاجة أصلا ممكن تزيد كحدود أو كتحريمات غير اللي موجود في القرآن، ده قولا واحدا. أما احتياجنا للمتبقي الصحيح من السنة اللي هو الأصل، اللي هو ما حدش جه جنبه، العبادات والمعاملات، بعض المعاملات وأصول العبادات، ده احتياج مش هنستغنى عنه أبدا. إنما المشكلة في أحاديث البخاري هي ما فوق ذلك بكثير، منها تصاريح القتل السهلة، منها التخلف الذي شاع في المجتمع بسبب أحاديث السحر والحاجات المتخلفة دي، منها ذهنيات كثيرة جدا، انتقاص حقوق المرأة، الحط من قدرها، التخلف، الدخول في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، فيخلوا نوصل في الآخر عندنا دين بيبقى بيختلف ومعازل كساس بيتحرق ولا لأ، بس عنده مشكلة مع نمص الحواجب، مع 3 شعرات من حواجب الست تخش النار ملعونة خالدة فيها. ده اللي وصلنا في الآخر. فتنقيح الأحاديث أمر واقع، الموضوع منتهي. قداسة البخاري ومسلم انتهى الموضوع ده من خيال الناس. يتبقى أنهم ناس كويسة فعلا حاولوا يصلوا الحقيقة بس ما وصلوش ليها كلها. ما ينفعش أخد الكتاب كله كامل زي ما هو. فإحنا هنظل مع احتياج ما بعد تنقيح السنة للأحاديث التي تعضد وتفسر القرآن فقط، مش زايدة عليه. الفكر الجماعي في حالة أخرى غير الموقف اللي احنا فيه ده أقدر أقول لك أنا موافق، لكن انا مش هقولك تجاربي الشخصيه عشان ما بقاش جرحت في حد. لكن انا لا اضمن اي حد في ال3 سنين دول وما زالوا بيتكلم عن التنوير خالص. انا عليا اللي بعمله، وبعدين كلامي يتعاد تاني بلسان ناس تانيه ما عنديش مشكله برضه، انا مسامح، وياخدوا نفس الكلام يقولوه هو برضه انا مسامح، المهم الدنيا تتحرك. انما انا اضم حد ليا انا مش ضامن، لان بعد كده بلحظه بتلاقيه ايه قلب، عايز يقول حاجه غريبه، اصل مش عارف ايه طلع حلال وايه طلع حرام. انا عمري كلمت الناس في الخمر حلال ولا حرام، مش ده التنوير. عمري كلمت الناس في الفتنه الكبرى مثلا، او انا هقعد احكي تاريخ؟ انا بعمل حاجه في نظري حقيقيه نبص بيها لقدام.
نبطل عك واللي هو الكلام اللي هو انا ممكن عايز تقول كلام غريب اقول لك مليون كلام غريب. انا ما طلعتش قلت مثلا البيره حلال وابو حنيفه قال حلال، انا بقول لك زيح التراث ده كله، لا يهمني البيره حلال ولا نيله حلال. انا بعمل حاجه بدايه من قيود العقل المسلم، الخمس قيود اللي عملتها في الحلقات، وبعدين نزولا لتصاريح القتل المتتاليه اخرهم الرده وبعدين الجهاد، وبعدين نخش على النسخ والمنسوخ، قصص اتمسح بينا الارض. انما انا مش بطلع اقول كلام غريب وعايز اتشهر، ماليش في الجو ده. اللي موجودين من غير اسماء انا لا يعنيني فيهم احد، هم ناس زي الفل، وواحد شايف التنوير ان الخمره حلال، وواحد شايف التنوير ان البيره حلال، انا مش دعوه بالكلام ده. كل واحد كل امرئ بما كسب رهين زي القران ما بيقول. فعمري ما هعمل جبهه في حياتي لا النهارده ولا 100 سنه. اشوفكم الاسبوع الجاي ونكمل لحد الجاي.